أنا أول شيء اليوم أعتبر حالي جلس مع أخواتي ومع أهلي، مش عم نعمل شيء مع أشخاص بعاد عني. تقريباً معظم الموجودين اليوم معي في علاقة طيبة أنا وياهم، ومثل ما ذكرت بالأول بعتبركم أخوي وأهل لألي. اليوم شغلنا ولا اللي عم نعمله أبداً مش تجاري، هو موضوع إنساني. الانطلاقة أحكي فيها وهي من حبي لهذا البلد اللي أنا عشت فيه 15 سنة، وإيماني بالشعب الطيب الموجود. ومثل ما بتعرفوا أنا من كم سنة عملت مشروع اسمه المرأة المغربية أجمل نساء الكون، لحاول بالمحافل الدولية خارج المغرب، كان يعرفوني أنه أنا عايش بالمغرب، كنت دائما أسمع شوية أمور كانت تزعجني، وحبيت اعمل هذا المشروع اللي عملته بالفينال تبع مس ارب بشرم الشيخ ب 2015، واللي عمل ضجه كثير كبيره. بهالفتره تعرفت على الاخت والصديقه حسناء جابر، اللي هي كمان امراه مغربيه انا بفتخر فيها والمغرب بيفتخر فيها، خاصه انه عملت انجاز حلو وجابت ميداليه ذهبيه باكثر من مناسبه. من اسبوع تقريبا كانت بمصر ومثلت المغرب افضل واحسن تمثيل. انا ما حكتر معكم الكلام، حنترك كل شيء لحسنا هي اللي تحكي فيه وتوضح لكم اكثر وتتواصلوا معها. بالنسبه للسؤال الاول، الدعم اللي عم نحكي عنه او العقد، حاليا ما في اي عقد موجود وما في اي تعاون الا معنوي. حتكمل حسنا معك الجواب وتشرح لك اكثر عن هذا الموضوع.